زي كفن تبع الموجة. يوف النحل عينيك خديجة. اي بيان سور يا عمو. خديجة اللي اول مرة في جزيرة قرقنة. اول مرة في جزيرة قرقنة. الهبال عجبتني الله يبارك. داك نزيدو نروحو من هيك. الهواء تاعها اكزاكتومون الهواء نتاعها ديما كان يعني تشغل ملي هبطت راني نسمعكم كان ما فيهاش ماهيش بولي كيما المدن هو كل شيء هي كان ما بيها يسموها جزيرة القرن. وحدك بلاصة واش كاين؟ ما هي سيديوس ما عنديش عنها قبل. أول نقطة يتوصل بسي تلقى سيديوس تو بدينا في قاسنا. احنا في الجزيرة هما ثلاثة جزر كبار هذه كما قول الجزيرة الشرقية. السيد فتح زريدة المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس مثال جيري موجودة بصفاقس لمدة يومين. إطار الزيارة هذه كما تعرف احنا في إطار حملة للوجهة السياحية اللي هي مدينة صفاقس في السوق الجزائرية. كما نعرف السوق الجزائرية وشنو الأرقام الممتازة اللي قاعدة تحقق فيها إلا أن جهة صفاقس مازالت ما خذتش حقها من السوق هذه. ما لقينا أحسن فرصة للتسويق من الوجهة هذه هي زيارة البيس الجيري وبالتعاون مع النظم بالزيتونة كما نقولوا مجدي عائليه توقع الاستضافة. احنا حبينا نأثر الزيارة هذه برنامج بيومين. اليوم البارح مشينا المدينة العتيقة فهمتني وعملنا المسلك السياحي فهمتني حضرنا زادة في مهرجان سيدي منصور واليوم رحلة إلى جزيرة قرقنة. برنامج متنوع كما يقولون مش مداوم إن شاء الله في إقامة واحد متحف العباسية خرجة بحرية فهمتني بعدين الكل في إطار التعريف بالوجهة هذه الخطر باش نقولوا راهي صفاقس ماهيش مدينة صناعية بل هي زادة مدينة سياحية بامتياز. السياح الجزائريين موجودين بكثرة في تونس لكن في صفاقس الأعداد قليل أكثر تقريبا السياحة الاستشفائية. صحيح هذا هو اللي كنت نأكد فيه. احنا جهة صفاقس مازالت ما خذتش النصيب نتاعها والحمد لله احنا اليوم وحتى البارح من خلال التفاعلات الناس الكل يقول لك خويا احنا صفاقس ما نعرف عليها حتى شيء وهذايا هو ان شاء الله احنا مش نخدموا به مع التعاون عندنا الممثلية نتاعنا بالجزائر مش وعملناه ونسار بزيارة المعرض وكذا كلها استراتيجية لمزيد التعريف بالوجهة هذه وان شاء الله بالتوجه الجديد وكذا والمشاريع هذوما ان شاء الله تلقى حق صفاقس تاخذ نصيبها من السوق الجزائريه هذه ومرحب بهم وهما تستجيب للطموحات نتاعهم والواحد تفهم في الانتظارات نتاع السياحه الجزائريه. خديجه بن حمو مثال جيري انت هنا تو في صفاقس اطار زياره خديجه. هذه اطار زياره باش نشوف تونس نعرفوا معليش نسيتو فيها. خديجه بن حمو مثال جيري انت هنا في صفاقس مرحبا بك. الله يسلمك. الاطار نتاع الزياره الزيارة هذه أول حاجة نشكركم صباح الخير بسم اليوم نهار شباب وأنا في البحر وأنا في الباطن الله يبارك. جيت اليوم هذه ماشي آخر مرة راني نجي تونس هذه ثاني خطرة راني نجي ليها وعجبتني وثاني عجبني ناس كرامة ناس صفاقس ناس تونس الله يبارك تونس الخضراء عجبتني وراني زايد راح نشوف قرقنة الله يبارك ان شاء الله نشوفها ونديبو في بزاف صوالح مانيش ما شفتهمش هاد في جي تونس الخضر اللي فات. البارح انت في المدينه العتيقه نتاع صفاقس عجبتك؟ الله يبارك ما شاء الله بس حسيت روحي راني شغل في هذاك في منطقه
شعبية، في ناس ناس تونس، حضرة تونس كما انتم تقولوا، برشا برشا ياسر. والأكلة السفارسية الثاني بنينة بزاف، راح نزيد يورولي في قرقنا ان شاء الله نكون معاهم، جو رائع، وراني نستنى في قلقنا وقتها نوصل باش نشوفها. هنا الامبيونس في البحر ديجا طقس حلو، ما تلقاش يعني ايوا توجور كي يكون واحد ساعة في الباطو والبحر يعني شغل ما نوليش كاع. خديجة يمكن تكون انت بيان سور وجهة دعائي ايضا معروفة في الجزائر، دونك تشجع الجزائريين باش يتواجدوا هنا اكثر زادة في صفاقس؟ يعني نوجه الجزائريين نشجعهم باللي يجون تونس، بس تونس تاني ان شاء الله يبارك، ويا اخي ما ننساوش باللي رانا خوا خوا، انا تاني تونس بلدي تاني اللي راني فيه، وتما راني بين عائلتي وكجزائريه نشجع الجزائريين باللي يجوا لهنا.